أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. واقع قطاع الأمن الخاص بالمغرب وكيف واكبت شركات الأمن الخاص بالمغرب التطورات الاقتصادية وانفتاح المغرب على السوق الدولية، هل هناك فراغ في التكوين وخصائص في التشريع؟ أسئلة وأخرى نطرحها للنقاش مع ضيفنا جمال الخاردي الكاتب العام للمنتدى الوطني للتدريب المهني للحراسة. أهلا وسهلا سي جمال. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. بداية سي جمال، نبدأ تعريفية عن المسار المهني والعلمي لسي جمال. أولا أستغل الفرصة لكي أتقدم بالشكر لموقع أنفاس بريس تي في الذي يتناول مثل هذه المواضيع الآنية والتي تستدعي اهتمام كذلك المسؤولين واهتمام جميع الفاعلين. أود أن أشير إلى أن المسار المهني ديالي دام مدة 30 سنة في المجال الأمني، سواء على مستوى السلطات العمومية أو على مستوى الأمن الخاص، وقادتني تجربتي المهنية على مسار 10 سنوات الأخيرة إلى زيارة عدد من البلدان، سواء في إفريقيا أو في الشرق الأوسط أو في أوروبا، حيث أمضيت تجربة بالكونغو الديمقراطية كينشاسا، ثم تلتها تجربة بالبحرين كمسؤول أمني لأحد أكبر الفنادق بالبنامة، ثم قادت التجربة المهنية كذلك إلى إحداث شركة بموريتانيا، ثم كانت عودتي للمغرب هذه سنة يعني قبل بداية كوفيد 19. نعم سي جمال، كيف هو واقع قطاع الأمن الخاص بالمغرب وشركات الحراسة؟ أولا يصعب يعني تلخيص واقع قطاع الحراسة بالمغرب في جملتين أو جملتين، لكن أود أن أقول أنه قطاع يتمتع بالفوضى، الفوضى العارمة نتيجة عدة عوامل سوف نتطرق إليها. هناك يعني دور فعال يقوم به هذا القطاع، خصوصا في ظل الانفتاح المغربي على المستثمرين الأجانب، أصبح قطبا من أقطاب الاستثمار الدولية. هناك يعني عدد من المشاريع الواعدة والتي تستلزم واحد الجزء يعني مهني واحترافي من قبل هاد القائمين على هذا القطاع. بالنسبة للتكوين والتشريع، واش كاين هناك فراغ، واش كاين هناك خصائص، واش المغرب واكب هاد التطورات اللي جات خلال السنين الأخيرة لا سيما على المستوى الوطني ولا انفتاح المغرب على السوق الدولية؟ قبل الحديث عن التكوين والتدريب نتحدث عن ثقافة السلامة أولا. في المغرب تنقصنا ثقافة الأمن والسلامة، والأمن يعتبر من الأولويات، يعني يأتي حسب تصنيف ماسلو في هرم الاحتياجات الإنسانية، يأتي الاحتياجات الأمنية في الدرجة الثانية بعد استيفاء الاحتياجات الفيزيولوجية. فالحاجة الأمنية يعني فارضة نفسها بقوة، وخصوصا في أيامنا هذه. بالنسبة للتشريع، التشريع المغربي يعني بدأ سنوات هذه، يعني من 1933 كان هناك قانون ظاهر، ثم تلاه مؤخرا في 2007 القانون 2706 الذي جاء لكي يحدث تطورا وتغيرا ويضع اللمسات الأخيرة لتنظيم القطاع من الفوضى العارمة التي كان يعيش فيها. الآن مع وجود هذا القانون، هذا لا يعني أنه قانون متكامل، فهو أبان عن ضعفه في عدد من النقاط التي سوف نتطرق إليها إن شاء الله. وشنو هي المضامين ديال هذا القانون؟ أبرز المضامين ديال هذا القانون؟ أولا قانون الحراسة جاء لينظم قطاعا بأكمله، كما قلنا قطاع اللي أبان عن أولوياته وأبان عن دوره الفعال في لف النهوض بالقطاع الاقتصادي، ولا في تأمين المنشآت، ولا في من ناحية الاجتماعية من ناحية التشغيل. إذن هناك قانون، لكن كما قلت يفتقر أو لا فيه عدد من النواقص. الآن كل من هو في المنظومة الأمنية الخاصة
إذا صح التعبير، ولو أن القانون لم يتحدث عن مصطلح الأمن الخاص بل تحدث عن قطاع الحراسة يعني لاعتبارات معينة، هناك فراغ من عدد من الجوانب فيما يخص مثلا تنظيم المهنة، فيما يخص الظروف التي يشتغل فيها الأجير في هذا القطاع، فيما يخص إبرام الصفقة العمومية أو الخاصة يعني في دفاتر التحملات، فيما يخص عدد من الأشياء التي يعني يجب على المشرع أن يسارع إلى إيجاد حلول مناسبة اللي كترقى بالمستوى اللي وصل له المغرب الآن كقطب استثماري. نعم نعم. واش كاين مستوى واحد تجاوب لدى الوزارة الوصية ولا الشركات كيفاش كتواكب هذه المستجدات هذه؟ اولا ليست هناك وزارة وصية بحد ذاتها. نعم. هناك تعدد المتداخلين. نعم. من ناحية ديال الوصاية نجد وزارة الداخلية والتي من هذا المنبر يعني احيي المجهودات التي تقوم بها. نعم. من ناحية السلاسة في إطار يعني ضمان كذلك حرية المنافسة، يعني منح الرخص أو الأذونات يعني الإذن بالممارسة يعني تمنحه لكل من تقدم بالملف يستوفي الشروط التي جاء بها القانون 2706. وعلى مستوى الوزارة ديال الشغل فين كيتجلى الدور ديالها في المجال هذا؟ وزارة الشغل مكلفة في هذا المجال فيما يخص التكوين والتدريب. فيما يخص التكوين والتدريب وزارة الشغل وضعت منهاجا اولا يفتقر الاليات باش نوضعوا، لان لحد الان هذه سنوات ما كاينش شي سبيسياليتي ديال الحراسه في المعاهد ديال التكوين المهني، ولو ان النص كان صريح وحتى المذكرة التنفيذية ولا القرار التنفيذي ديال هاد النصوص اللي جات في القانون 2706 كانت واضحة وحطت عدد من النقاط التي يستوجب على الشخص الذي يريد مزاورة هاد المهنة أن يقوم بتدريب مهني. لكن فين هي المؤسسة اللي غيقوم بها بتدريب مهني؟ غير موجودة. إذن احنا كنطلبوا كجمعية كمنتدى وطني للتدريب المهني للأعمال الحراسة من الوزارة الوصية على هاد التكوين وهي وزارة الشغل وتكوين المهني أنها تنفتح على الجمعيات المهنية المتخصصة إذا استعصى عليها يعني وضع واحد تخصص في هذا المجال. نعم. وعلى مستوى التكوين تقرب ناسي جمال على الشراكات اللي بربطوها في الآونة الأخيرة مع بعض جمعيات المجتمع المدني. اولا بغيت نشير لواحد المساله، هو ان التدريب المهني احنا ما اختاريناهش يعني اختاريناه اعتباطيا. انا اصلا مدرب خريج اكاديميه طوطك، من هذا المنبر احيي السيد رئيس الاكاديميه السي رضوان شاكير على المجهودات اللي قام بها من اجل تدريب المدربين وتدريب الاستشاريين، هذا من جهه. احنا اسسنا المنتدى الوطني للتدريب المهني لسد فراغ موجود وكذلك لتلبية حاجة سوق الشغل ومحاولة إدماج الشباب. في هذا الإطار أبرم المنتدى الوطني للتدريب المهني عدة شراكات، بينها شراكة مع جمعية منبت الخير بالحي الحسني قيم لساسفة لتدريب الشباب، ولكن ليس فقط تدريبهم على أعمال الحراسة وفقا بطبيعة الحال لما هو منصوص عليه، ولكن كذلك محاولة إدماجهم في سوق الشغل. فنجحت العملية لحد الآن ونحن في صدد دراسة مشروع تشاركي مع جمعية أخرى، جمعية جينيراسيون سون فرونتيير، ومن هذا المنبر كنحيي كذلك الرئيس ديالها على الاندفاع ديالو من أجل يعني إنهاء هذا المشروع والبداية في تطبيقه. على مستوى المواكبة ديال هذا القطاع ديال الأمن الخاص ومهن الحراسة، كيفاش كتشوفوا المواكبة ديالو في تطوير الإنتاج الاقتصاد الوطني؟ أولا لا يمكن تأهيل هذا القطاع كيف ما قلنا بدون أن نسد الثغرات القانونية الموجودة بقانون 2706. نعم. وهذه رسالة للمشرع لأنه لم يتحدث عن عدد من الأشياء التي من شأنها أن تساير التقدم ديال القطاع، ومن بينها مسألة المراقبة.
مراقبة الشركات التي تقوم في عمل الحراسة. ليس هناك مراقبة لأن لم يحدد المشرع أصلا من سيقوم بالمراقبة، اكتفى فقط بعبارة من الممكن أو يجوز لضباط الشرطة القضائية القيام بأعمال المراقبة، عوض أن يجعل لها صفة إجبارية يجب أن يقوم بصفة المراقبة. هذه أولا. ثانيا، تكلم المشرع عن وأشخاص وأعوان مؤهلين القيام بمهام المراقبة. من هم هذه الأعوان؟ لم يتم تحديدهم. تحدث المشرع عن مثل مفتش الشغل في إطار صلاحيات ديالو لمراقبة الشركات، فمفتش الشغل ليس بضابط الشرطة القضائية. كان يمكن أن تخول له هذه الصفة استثنائيا، لأن هذا القطاع هو قطاع استثنائي، صدر في شأنه قانون استثنائي. يعني مسألة التخصيص، هذا قطاع متخصص مثل قطاع الصحافة والإعلام، مثل قطاع من القطاعات أخرى اللي عندها قانون ديالها خاص. لكن هذا القانون هذا هل يتجاوب مع مدونة الشغل وإلى أي حد؟ حتى مسألة العقود، حتى مسألة الأجور، مسألة العطل، مسألة يعني عدد من المشاكل التي يعاني منها أعوان الحراسة أو المستخدمين في القطاع، لأن هناك ثغرة قانونية يجب بطبيعة الحال المسارعة إلى إيجاد حل لها. سي جمال، توجهت المسار المهني والعلمي ديالك بإصدار كتاب منهاج عون الحراسة بالمغرب، لماذا هذا الإصدار؟ أولا، هذا الإصدار يعني فكرت فيه بعد تجربة دامت 10 سنوات الأخيرة التي اشتغلت بها في مختلف دول 3 قارات. ففي كل دولة كان هناك يعني مرجع قانوني، مرجع بيداغوجي لكي نتمكن من تأهيل القطاع. المغرب حقق طفرة، حقق قفزة نوعية إلى آخره، لكن يجب مسايرة هذه القفزة بتقنين، بوضع الأطر أو الإطارات القانونية، الإطارات البيداغوجية، لكي يمكن أن نمرر هذه الرسالة في ظروف أحسن، وحتى تكون العائد لا على الشركة المستفيدة من هذه الأعمال ديال الحراسة، ولا على الشركة المشغلة، ولا حتى على المحيط العام الاقتصادي للمغرب. نعم سي جمال، شكرا جزيلا سي جمال على كل هذه التوضيحات. مرحبا، وابقى رهن إشارتكم إن شاء الله. نعم، إلى تعاون مقبل إن شاء الله. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونضرب لكم موعدا جديد مع ضيف جديد.